السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم حمام بايبي. أحبتي اليوم راح نلعب ببجي. ببجي راح ألعبها بنفس الستايل والأسلوب اللي لعبنا في كول أوف ديوتي باتل رويال، وعامل الحقيقة أنا أحقق المركز الأول هم مثل ما حققناه باتل رويال. اللي تابع قناتي قبل كم يوم حققنا المركز الأول باتل رويال في كول اوف ديوتي، الان راح نلعب نفس الاسلوب. البداية جاي اجمع اسلحتي، هذا السلاح يعني مو كلش زين بس مؤقتا على ما القى سلاح غيره. حتى طلق ماله 5/22 من 12، شايفينهم؟ اسلوبي او استراتيجيتي باللعب ابقى بنفس المنطقة اللي انزل بها وابحث عن مقاتلين، هم يجوني اتعنيهم، هم يجوني ما ادور عليهم الا اللهم لو منطقة الزون بعد تحكم اني اغادر المكان. وما زلت انا بالمنطقة مال الهبوط، راح اجمع احسن سلاح وشفاعي لي. طيب خلصنا منها، الى الان ماكو ولا خصم، شايفين عدد الباقيين 75 فوق ناجين، وانا ما قتلت ولا واحد الان. عفوا قاتل واحد، قتلت واحد، انا اسف بس ما كنت اسجل، ما شفته، راح اكمل الان. شايفين هاي احسن، بدلت السلاح، هذا سلاح احسن رهيب هذا. انا ما احب الشوتجان ولا احب السنايبر الا اذا اضطرت، اذا اضطريت. هذا واحد شايفينه على اليمين الان، خل اشرد حتى اخليه هو يجيني. هاي استراتيجية حلوة تبعوها، دايما تتبعوها. شايفين دمي شلون نزل، الان راح يجي، اما يجي من اليسار او اليمين، اتوقع من اليمين. هاي صوت رجلينا، هذا هو شوت جان يستعمل. انا قلت لكم ما احب شوت جان، خلينا نشوف شنو عنده. سلاحي ما بدله، سلاحي اوكي. ما راح ابدل سلاحي، راح اخذ جولة ثانية، ناخذ شفاء. وراح اخذ جولة ثانية، الان صاروا القاتل هم اثنين. هذه السيارة يمكن جانب سيارة، هذا انا قاعد بالهواء الطلق. على فكرة قررت اسجل اليوم بالهواء الطلق، احسن بالهواء الطلق، ويعني برا مكان مفتوح وهاي واحد يلعب براحته.
الآن ناجين 63 وأنا قاتل 2. أنتظر الخصم الثالث، خلي أدور بهاي المنطقة. ما دشيت الهاي، شوف شنو اكو. ساحي ما راح ابدله، قلت لكم الان تمام ساحي. البندقيتين والمسدس اوكي. الزون خط الزون على النص، يعني اكو زون قريب. إلى الآن ما لقيت الخصم الثالث. خل أروح شوية فوق. العب لا تخاف. اتجول بمنطقتك براحتك. والله لعب بالهواء الطلق أحسن من داخل. شوف شكله، شفاء. أرجع لمنطقتي. اكو زون جاي الشكل، شايفين الخط الازرق. هذا واحد، هذه من الان شايفين من بعيد، يمكن غلاص هذا. شوفها صفيته. راح اروح له. العب براحتك. وراح. ذاك هو قاعد يزحف الشارع، هذا مال اللي مساع، اللي قتلته مساعه. لا مو هو هذا، عبر الشارع راح. ذاك هو، منها اعتقد راح من هناك. وراح لبدان. على المهم هو مات يعني. ذاك هو يمكن يم البيت الصغير هذا، وعبر الشارع ووقف. عنده شفاء. ما اعتقد شي يفيده بعد. اخذ شفاء الدمبي، خل اروح شويه. الآن صاروا ثلاثة اللي قتلتهم. أتوقع يجيني واحد بعد منا من هالمنطقة هاي. صاعد الدمي، شايفين؟
البقوا 50 واحد في الناجين، وأنا قاتل 3 الآن. راح أبحث عن الرابع. دائما ظلم منطقتك. الآن كشفت المنطقة عدل. ماكو شي حتى الآن. منطقة مكشوفة. ماكو شي. راح أكمل. أكو منطقة ثانية قريبة مني شايفينها، شفتها، راح أروح عليها. هذا واحد جاي يرمي علي، هذا هو شايفينه بدور الصخرة. حتى ما سحبت السلاح عليه بعدني. وينك؟ تعال. هو جاي يتقدم وانا اتقدم. لا، هذا هو. هذا الرابع قتلته. خلنا نشوف شنو عنده. فيد الشفاء على الزون. كبس علي الآن، لازم أشرد من الزون. أروح بسرعة أشرد من الزون قبل لا أموت. العاصفة ما تزون. لازم اطلع منها. راح دمي يخلص. راح اطلع منها. هل حدا؟ ايوه. خل اكمل شوية ابعد عنها. الان ممكن اموت باي اشتباك. دمي نزل كلش شايفينه. لازم اخذ شفاء. بس خل ابعد عن الزون. الان الشفاء جاء دوره. ارجع دمي كامل.
هاي منطقة جديدة ما كاشفها أنا، بس ما أعتقد أكو حد هنا برية يعني، إلا نوصل منطقة مأهولة. أقصد المنطقة المأهولة طبعا بيوت، بيها بيوت. شايفينها قدام المنطقة المأهولة، مثل ما قلت الآن قاتل أربعة، الناجين صاروا 19 بيوت قدامي. راح ادش المنطقة، هاي استراتيجية نفسها لعبتها بكول اوف ديوتي ونجحت قبل كم يوم، اخذ بيها المركز الاول. نشوف شوف المكان، سلاح مالي اوكي، بس ادور على عتاد وشفاء لي. الزون اجتني منطقة الزون، هذا واحد جايني، هذا شارد من الزون شايفينه، كبس عليه الزون، ما اريد اخذ، اريد اشرد من الزون، مركب، لازم نخرج من الزون الان. صاروا خمسة القاتلهم وباقيين الناجين 14 واحد بس. طلعنا برا الزون، هذا واحد جاي على انطيتك فرصة، هذا ثاني واحد ثاني ما اشوفه جاي يرمي علي، هذا هو لاحقني، هذول فرق طبعا يلعبوا مع بعض فريق. صعدت الدم مالي، بقوا 8 باللعب الناجين وقتلت 5 انا. شوف وينه لاحقني لو راح، الزون بعيد عني 143 متر شايفين، بس المنطقة الزون يعني سيطر على الأراضي كلها، بس المنطقة اللي أنا راح اكمل.
هذا دروب، من أقول دروب يعني أقصد انزال مع الطيارة معونة أو معدات على حسب اللي ذابينه، راح أروح أشوفه. وهذه هاي الحقيقة أخطر نقطة، لأن الكل يجمع عندها، كل اللاعبين يجونها، لازم أكون حذر. شفتوا البنية ترمي علي وأنا باوع لها، لأن شنو ما يعرفون يختارون السلاح. السلاح الزين هو اللي يخلصك. صار لها ساعة ترمي علي، بس المنطقة خطرة، كلش خطرة. أنا منطقة دروب يعني طيارات تذبيها مهونة. هاي تشوفون هاي الصندوق الكبير، هاي المعونة، خلينا نشوف شنو بيه. بي سلاح، وفي هذا خو السلاح، بس ما راح اغير سلاحي. صوت رمي أمامي الآن، ماذا جاي يرمي علي؟ خلوا يجي، خلوا يجي. شايفين بالخارطة علي من هو؟ راح اختفى الآن. ما اعتقد راح، هو يعني ما اخذ كفر يثانيني. اخر مكان هنا كان، شايفين الزون شلون بدا يطبق علينا يقترب. لازم اقوم الان، الزون وراي، ما يجيني زون. اشرد، حتى هو شرد الان، لان الزون ما يبقى بالزون. اذا بقى بالزون قتله، بس موجود هو، لان الزون مطوق المنطقة كده، يعني مو بعيد عني. مجرد هاي الدائرة صغيرة خلانا ياها زون، حتى نتقاتل احنا ثلاثة باقين. شايفين اظل اكثر الدائرة حتى ابتعد عن الزون. الان واحد قاعد يرمي علي، اهم شي ما يطبق عليك الزون. ثلاثة موجودين هنا بهالمنطقة هاي، يعني وينك؟ جاي ترمي علي، وينك؟ الآن كنا راح نجي سوا، لأن الزون جاي حاصرنا. شايفين
يضيق الخناق علينا. فكنا راح نصير منطقة محصورة يعني. أعتقد هما هنا موجود. هذا واحد. هذا واحد يسار. قتلته. أكو بعد واحد. آخر اثنين أنا وهو. يقتني أو يأخذ المركز الأول، يأخذنا أو أخذ المركز الأول. أنا متأكد هو أنا، لأن شايفين الخناق مال الزون. لو برا الزون هذا هو. لو برا الزون كان مات يعني. هذا هو. هذا هو شايفينه. وينك؟ تحرك، بس تحرك تحرك. خلي قتلك واخذ ال واخذ الجيم. هذا هو شايفين. قتلته وفزت في المركز الأول. أتمنى تكون هذه الاستراتيجية عجبتكم يعني. فزت في المركز الأول في كول أوف ديوتي، الآن فزت في المركز الأول في بوبجي. يعني أنا أشوف الاستراتيجية ناجحة. لا تستعجلون، اكو ولد يستعجلون ويلعبون ويروحون يركضون. انا ما استعجل يعني، العب بتهني والعب بمنطقتك، ما لم يطلع لك الزون منها. ما في احد اعتقد، بس انا واحد شايفين. القتل مالي سبعة. انتهى الجيم. المركز الأول حبايبي، أشوفكم في لقاء جديد. هذا أخوكم ماجد، في أمان الله.